توري 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 بالحجار لا قرب العار توري 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 بالصغار ما أوفي الكبار توري 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 بالحجار لا قرب العار توري 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 بالصغار ما أوفي الكبار توري توري توري. في الثامن من ديسمبر عام 1987 وبعد قيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين على حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى أو ما تعرف باسم انتفاضة الحجارة. أعلن الفلسطينيون حينها رفضهم للجرائم المرتكبة بحقهم وتردي الأوضاع الاقتصادية ليتحول المشهد إلى مواجهة واسعة مع الاحتلال رفضاً لكل سياساته. وتصاعدت حدة المواجهة من مخيم جباليا إلى المدن والقرى الفلسطينية كافة. حجارة فلسطين قالت كلمتها في وجه من استباح دمهم وأعلن الإضراب العام والعصيان المدني وإغلاق الطرق، الأمر الذي استفز حكومة الاحتلال واتخذ إسحاق رابين قرارات قاسية لقمع الانتفاضة ضمن سياسته التي عرفت باسم تكسير الأيدي والأرجل. وتعمد جنود الاحتلال إطلاق النار بشكل مباشر على رؤوس وصدور الفلسطينيين إلى جانب فرض حظر التجول وتقييد حركة العمال من أجل خلق وضع اقتصادي صعب يدفع الفلسطينيين للتراجع عن الانتفاضة. 1200 شهيد وأكثر من 90,000 جريح ضحايا الانتفاضة الأولى، فيما اعتقل ما يزيد عن 60,000 فلسطيني. إلا أن الحرية بقيت عهدا على الأجيال ليستردوا ما أخذ منهم بقوة وبطش الاحتلال.